السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الرابع وهو أركان الصلاة. إذا علمت أن الركن هو الذي لا يقوم الشيء إلا به، فإن أركان الصلاة هي الأعمال التي لا تقوم الصلاة إلا بها، لا تقوم الصلاة إلا بها. عندنا هذا هو الدرس. الآن ننتقل إلى استنتج الركن التي تشير للنصوص التالية ثم ألونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طبعا هنا النية، هنا ماذا؟ النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طبعا هنا القيام في الصلاة. عفوا، القيام في الصلاة المفروضة. عندنا التحريم الصلاة تكبير، اللي هي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. كذلك عندنا الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هنا الخشوع. الآن ننتقل إلى حل السؤال اللي بعده. أعطيكم فرصة لكتابة هذه الإجابات. الآن ننتقل إلى حل السؤال اللي بعده. طبعا أتأمل حالة المصلين في الموقفين التاليين وأقدم نصيحة لهما. طبعا هذه البنت جالسة تضحك. إذا ضحك المصلي في الصلاة بطلت صلاته، لأن هذا ينفي الخشوع والحال التي ينبغي أن يكون عليه المصلي، بل قد يكون فيه شيء من الاستهزاء بهذه العبادة، ولذلك فيجب عليه إعادة الصلاة. هذه هي أو هذا هو الجواب. الآن ننتقل إلى هنا. لقد نسيت اليوم تكبيرة الإحرام، ولكن لا بأس، فمن نسي تكبيرة الإحرام وأتم الصلاة على ذلك لزمه أن يعيد الصلاة، سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا، ولذلك يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى. الآن ننتقل إلى باقي الأسئلة. هنا لدينا في السؤال الأول: الأعمال التي تصح الصلاة إلا بها ولو كانت ناسيا تسمى أركانا. أول ركن يجب أن تلزم به عند قيام الصلاة طبعا هو النية. صلى رجل فريضة الظهر جالسا وهو قادرا على القيام به، فإن صلاته تكون باطلة. صلى بجوار زميله فأخذ ينظران لبعضهما ويضحكان، طبعا هذه باطلة. الآن ننتقل إلى حل باقي الأسئلة. عندنا هنا: رجل يصلي تحية المسجد، وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام نوى أن يكون صلاته لفريضة العصر. طبعا النية يجب أن تسبق تكبيرة الإحرام، حتى لو كانت النية بالقلب وليس باللسان. ففي هذا الموقف كانت النية تحية المسجد من البداية، ليست لصلاة العصر، فيجب عليه أن يعيد الصلاة وينوي نية صلاة العصر.
هنا امرأة لا تستطيع تطبيق ركن القيام لأداء الصلاة بسبب الإعاقة فصلت قاعدة. طبعا هنا الأصل في الصلاة أن تصلي قائمة إلا في وجود عذرا من ذلك فتصلي قاعدة فلا بأس في ذلك وصلاتها صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. أما في النشاط الثالث هنا أفتح المصحف الشريف ونستخرج ركن الصلاة الذي تدل عليه واكتبه. طبعا هنا واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا الركن هو الخشوع في الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا الركن هو الخشوع في الصلاة. هذه هي الأسئلة والإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك.